صلى على النبي. المحاضرات اللي فاتت كانت بتتكلم عن الداتا اناليتكس لايف سايكل، واللي هي لو لخصناها هتبقى الديسكفري، اللي بتبدا تتعرف فيها على البروجكت وتحط شويه افتراضات وهايبوثيسز. البريبريشن او الداتا بريبريشن، انت بتتاكد فيها ان انت عندك داتا كفايه انك تشتغل على الداتا ديت، تخليها جاهزه للاستخدام، مش محتاجه ان انت تعدل فيها حاجه. بعد كده المودل بلاننج، بتشوف انت هتعمل البرنامج باي لغه برمجه مثلا، وبتعتمد على الهايبوثيسز عشان تشوف انت هتعمل ايه، او الافتراضات اللي انت حطيتها في اول مرحله اللي هي مرحله الديسكفري. في المرحله الرابعه اللي هي المودل بيلدينج، بتنفذ البرنامج حسب ما انت خططت له. بعد كده بتتاكد في المرحله الخامسه اللي هي الكوميونيكيت ريزلتس ان البرنامج بتاعك شغال تمام. وفي اوبريشنالايز او المرحله السادسه، انت تبقى خلاص عملت ديبلوي للمشروع، او خلاص مشروع بدا على شغل على ارض الواقع، ولو حصل مشاكل بتكون انت مسؤول ان انت تصلحها. وفي كل مرحلة من المراحل ديت انت بتستعمل حاجات مختلفة تماما. يعني انا هيكون كل تركيزي على السلايد دي، عشان انت لو فهمت التفاصيل اللي فيها هيبقى سهل اوي ان انت تفهم يعني ايه كلاسترنج اساسا. فهبدأ كلامي على اسهل حاجة، واللي هي اخر حاجة خالص، التكست اناليسيس، اللي هي بتكون بحاجة اسمها regular expressions، واللي هي ساعات ممكن يتقال عليها regex، اللي هي بتاخد اول حرفين. يعني دلوقتي انت شغال في شركة وعندك بيانات عن كل العملاء اللي عندك، من ضمن البيانات ديت الاسم ورقم التليفون الايميل، يعني كل حاجة من دول بتكون مميزة بطريقة مختلفة. يعني الاسم عمره ما هيكون فيه ارقام، وبالعكس رقم التليفون عمره ما هيكون فيه حروف. طب والايميل؟ الايميل ممكن يكون فيه حروف وفيه ارقام عادي، بس دايما بيكون فيه نمط معين ثابت لازم يتكرر في اي ايميل. يعني اي ايميل لازم يبدأ بشوية حروف وارقام مثلا، بعد كده اساسي علامة الاد اللي هي اللي حواليها دايرة، بعدها شوية حروف وأرقام مثلا، بعد كده علامة الدوت، وفي الآخر حروف مثلا. يعني مثلا الإيميل بتاعي مثلا أحمد أبو زيد، بعد كده 493 مثلا، اللي هي أرقام عادي أو أيا كان. بعد كده أساس لازم يكون في علامة الآد، بعد كده جيميل أو أيا كان، بعد كده علامة الدوت اللي هي أساسي، بعد كده دوت كوم. وأي موقع عموما أو أي إيميل عموما بيكون ماشي بنفس الطريقة دي بعيد عن المواقع. فتقدر تقول ان كل حاجه من الحاجات ديت ليها نمط معين. فالريجولار اكسبريشنز وظيفتها ان هي تعرف الانماط ديت. يعني خلينا نرجع لموضوع الشركه، انت عايز تتاكد ان كل الاسماء اللي عندك مظبوطه وما فيش اسم فيه ارقام مثلا، فهتستعمل الريجولار اكسبريشنز عشان تتشك على كل الاسماء اللي عندك مثلا بفور لوب، تتاكد ان كلهم ماشيين على الباترن او النمط بتاع الاسماء، اللي هو من الاخر كده ما فيش اسم هيكون فيه ارقام، ما فيش ولا رقم هيكون فيه مثلا حروف، والايميل ما ينفعش يخرج بره الصيغه المعينه، اللي هو لازم يكون فيه علامه اد وعلامه دوت. لو في اي حاجه من الحاجات ديت ما ينفعش، ممكن اشيلها مثلا من البيانات واعتبرها redundant data. فمن الاخر regular expressions فايدتها ان انت بتشوف الانماط اللي قدامك في الحاجه ديت، وساعات يعني بيستعملها في شغل ليه علاقه بالتشفير وكده. فهطلع بره السلايدز شوية عشان اتكلم على كام حاجة مهم ان انت تكون فاهمها الاول. يعني في اول محاضرة خالص احنا خدنا حاجة اسمها cognitive computing، اللي هي كانت عبارة عن ان السيستم او البرنامج بتاعك يفكر كأنه انسان، ان هو يكون فيه صفات انه مثلا يكون adaptive, interactive, contextual، الحاجات دي كلها. نوعا ما لما تقول الكلام ده قدام اي حد هيجي في باله فكرة الذكاء الاصطناعي او الـ AI. وعموما الاي اي او الذكاء الاصطناعي عبارة عن كلمة تجارية احنا بنقولها على التطبيقات بتاعت حاجة اسمها المشين ليرنينج. يعني كلمات الشركات بتستعملها عشان تحسسك بمدى التطور بتاع المنتجات بتاعتها، بس ما علينا. يعني ايه ذكاء اصطناعي اساسا؟ هو نفس الحاجة اللي انت كنت بتقولها على الكوجنيتيف كومبيوتينج او المشين ليرنينج. المشين ليرنينج ان انت بتدي البرنامج بتاعك القدرة على انه يتحسن مع الوقت، وان هو ياخد خبرة من البيانات اللي هي متخزنة عندك ويتعلم منها. يعني زي ما مكتوب هنا مثلا the applications that give the system the ability to improve and learn through experience، اللي هي تعتبر ال cognitive computing. وتقريبا احنا اغلب الشغل بتاعنا هيكون عبارة عن امثلة. ف يعني مثلا كلنا دلوقتي محملين اغاني على الموبايلات بتاعتنا، بنسمعها مثلا من الميوزك بلاير اللي بيبقى جاي مع الجهاز عادي. فلو انت عايز تسمع اغنية معينة مثلا، انت هتسيرش جوه الميوزك بلاير باسم الاغنية، يعني بيكون في اكيد زرار سيرش في اي ميوزك بلاير وهتطلع لك الاغنية عادي. بس الميوزك بلاير ده بيبقى معمول ان لما اليوزر يعمل حاجة البرنامج يعمل حاجة، يعني حاجة معينة. يعني لما اليوزر يعمل سيرش على حاجة مثلا،
على اسم أغنية مثلا، هو هيدور على اسم الأغنية وسط أسماء الأغاني وخلاص، يعني هو معمول لهدف معين ما يقدرش إن هو يخرج براه. لكن انت يعني انت مثلا لو سرشت على مقطع من الأغنية ديت أو جزء منها، أكيد مش هيطلع لك حاجة، لأن البرنامج مش متبرمج إن هو يوصل لحاجة شبه دي. ممكن تيجي في بالك فكرة اللي هو طب حلو، أنا أخلي البرنامج مثلا محتفظ بكل الكلام بتاع الأغاني، محتفظ بأسماء الأغاني، أسماء المغنيين وأسماء الألبومات والكلام ده كله، بحيث ده لما سرش على حاجة هو مثلا يخش على الأسماء بتاعة الأغاني ما لقاش حاجة، يخش على المغنيين ما لقاش حاجة، يخش مثلا على الألبومات ما لقاش حاجة، يخش على مش عارف إيه الكلمات بتاعة الأغاني. حاجة شبه ده هتطول قوي. يعني انت دلوقتي لو دخلت على جوجل مثلا هتلاقي ان انت اول لما تسرش على اسمها ما هتطلع لك، طب لو سرشت على كلمة منها او جملة منها هتطلع لك بنفس السرعة تقريبا، مش هتطول. عكس لو انت بس عملت بالطريقة بتاعت ان انت تسرش حاجة حاجة الموضوع هيطول جامد منك. يعني السيرش انجن بتاع جوجل قوي لدرجة لو انت غنيت الاغنية بصوتك اساسا ورفعتها على جوجل هيقدر يقول لك الاغنية. يعني كده يعتبر الفرق ما بين البرنامج العادي والبرنامج اللي هو بيقدر تقريبا، يعني خد بالك من كلمة تقريبا دي، بيقدر ان هو يفكر. فالماشين ليرنينج عموما يعتبر نوعين، السوبرفايزد والانسوبرفايزد، تحت اشراف ومش تحت اشراف. يعني ايه يعني الفرق ما بينهم عموما بيعتمد اذا كنت انت عارف العلاقة بين الداتا اللي عندك ولا لا، وهنخش في التفاصيل بتاعت الحاجات دي دلوقتي. يعني مثلا انت كده خلصت السنة دي خلاص، بدأت ان انت تدور مثلا على تدريب في شركات، وفعلا لقيت فاول لما بدأت شغل الشركة بقت بتستهيفك مثلا، هو انت لسه في سنة اولى بقى ومش عارف ايه، فديتك الجدول ده اللي دي شوية داتا متقسمة لمجموعتين input و output، زي ما هو واضح فكل input ليه output في الغالب، وانت كل اللي عليك ان انت تعرف ايه اللي بيحصل للانبوت عشان يبقى الاوتبوت دوت. بس استنى، الداتا ديت فيها حاجة غلط. يعني اخر صفين مثلا هو مفيش انبوت اساسا بس فيه اوتبوت، يعني الصف التاني فيه انبوت بس مفيهوش اوتبوت، دي انت ممكن تعتبرها مثلا redundant data، فلازم تظبطها الاول مرحلة ال data preparation. يعني بعد كده بقى تبدأ تشتغل على الموديل بتاعك وتشوف انت هتعمل ايه في البرنامج بالظبط عشان يوصلك من الانبوت دوت للاوتبوت دوت. وملاحظة سريعة بس، يعني جه في الامتحان بتاع الميد تيرم سؤال ليه علاقة بال redundant data، أنا غلطت فيه عادي جدا. لو حاسس بروح جمال عبد الناصر بترفرف حواليا، بس ما علينا. يعني أسهل طريق تتعامل بيه مع المشكلة ديت إن أنت تعتبر إن آخر الصفين مش موجودين أساسا، والداتا بتاعتك اللي هو أول 5 صفوف بس، يبقى يعني الداتا بتاعتك تعتبر جاهزة. أنت كده خلصت ال data preparation، فتخش بقى على model planning وال model building. عموما انت لو بصيت على الجدول هتلاحظ ان في نمط معين، ان الاوتبوت هو اصلا عبارة عن الانبوت بس متربع، يعني 1 تربيع ب1، 2 تربيع ب4، 3 تربيع ب9، 4 تربيع ب16 وهكذا. ف انت عايز تكتب برنامج او تكتب كود، يعني هتفضل تعمل فيه حاجات ملناش دعوة بيها دلوقتي، هيتوصلك في الاخر الاكتشاف العظيم دوت اللي هو الداله بتاعتك او الفانكشن بتاعتك هنا اف اوف اكس ايكولز اكس سكوير، او الصاد بتساوي سين تربيع مثلا لو بنتكلم بالعربي. فعموما المهزله اللي بتحصل ديت بيبقى اسمها ريجريشن، ديت تقريبا تالت حاجه موجوده في السلايد اللي قلنا عليها ان انا هركز عليها اكتر، بس ده يعتبر مثال صغير نعم مش واقعي. يعني مفيش حد هيقول لك شوف لي الارقام ديت تربيع ولا لا، انا بص على مثال واقعي اكتر. دي سلايدز من السكاشن بتاعت الدفعه اللي قبلنا شارحه مثال عن السوبرفايزد ماشين ليرنينج بطريقه كويسه. هو المثال اللي هنا بيقول لك ان انت عندك مجموعه صور لقطط وصور لحيوانات تانية مختلفه، مش قطط، الصور ديت ليبلد، ليبلد يعني متعلمه، او انت اوريدي معلم مين القطط ومين اللي مش قطط فيهم. فاللي هيحصل البرنامج او الموديل او اللفظ الاصح بقى الالجوريزم اللي انت هتعملها، هتبدأ تشوف الفروقات بين الاتنين، تشوف الأنماط اللي تخليها تقول على الصورة ديت قطة ولا مش صورة قطة. يعني المثال ده شبه المثال اللي فوق بتاع الأرقام والتربيع بتاعها بس أعقد شوية. انت الانبوت عندك عبارة عن صورة حيوان، وصورة الاوتبوت اللي هو الاستنتاج اذا كان الحيوان ده قطة ولا مش قطة. طبعا انت عشان تقدر تشوف اذا كانت الالجوريزم شغالة مظبوط ولا لأ فلازم تختبرها، يعني بدل يعني بعد لما تديلها مثلا 70% من الليبل داتا اللي عندك علشان التريننج اللي احنا اتكلمنا عليه في المودل بيلدينج، بتديها الباقي مش ليبل بعد لما تخلص التريننج بتاعك. بعد لما تديها مثلا لو انت عندك 1000 صورة، فانت هتدي البرنامج 700 منهم وتقول له ان ديت يعني
دي صورة قطة ودي قطة ودي مش قطة ودي قطة ودي مش قطة وهكذا لحد لما تخلص ال 700 صورة اللي عندك. فانت بعد كده بتديله ال 300 اللي باقيين، بس مش هتقول له مين اللي قطة ومين اللي مش قطة، انت بتسأله. هي الداتا ديت بتاعت التيست هو بيتعلم منها برضه، بس الهدف الاساسي منها ان انت تعرف اذا كان البرنامج شغال ولا لا. فنقدر نقول على السوبرفايزد ليرنينج ان انت بتستعمل ليبل داتا، داتا انت اوريدي صنفتها وعملت لها كلاسيفيكيشن، زي مثلا في المثال اللي فات لما الصور اللي عندك كانت ليبلد او متعلمه اذا كان عندك صوره قطه ولا لا. ده تعتبر عكس الانسوبرفايزد ماشين ليرنينج اللي انت بتتعامل فيه مع داتا مش كلاسيفايد اساسا، او مش متصنفه ومش ليبلد بمعنى اصح. يعني لو طبقت نفس المثال بتاع الحيوانات، مش هتديله الداتا وتقول له ديت قطه ودي مش قطه، انت هتديها له وخلاص هو هيتصرف. البرنامج هيبدأ يشوف الباترنز بس المرة دي عشان يقدر يصنفهم او يخليهم ليبلد، عكس السوبرفايزد اللي هي بتبقى اوريدي خلاص ليبلد. اللي بيحصل تقريبا نفس الحاجة، البرنامج اخد مجموعة صور لقطط وكلاب مثلا، بعد كده قسمهم جروبين على حسب الصفات اللي مشتركة اللي ما بينهم اكتر، او الباترنز اللي الالجوريزم بتاخد بالها منها. يعني مثلا القطط عندها شعر جسمها اكتر، شكل المناخير بتاعت الكلب مختلفة اكتر، ساعتها الالجوريزم هتبدا تصنفهم على اساس حاجات شبه ديت، وتصنف الحاجات الاقرب مثلا لمجموعه معينه، مش هتديها ليبل بس هي عارفه ديت مجموعه، واللي مش عارف فيهم مثلا صفات ايه شكل ودانها ايه يبقى ديت المجموعه التانية. فيعتبر الفرق ما بين السوبرفايزد والانسوبرفايزد ان انت بتعمل في السوبرفايزد كلاسيفيكيشن، عكس الانسوبرفايزد اللي انت بتعمل فيه كلاسترنج. الفرق ما بينهم يعتبر نفس اللي هنا بالظبط. يعني انت دلوقتي عندك كلاس عايز تعرف الداتا اللي عندك من ضمن الكلاس او الصنف دوت ولا لا. يعني عندك كلاس اسمه بط مثلا، فانت عايز تعرف الصورة دي صورة بطة ولا لا، بس كده مش عايز تعرف حاجات اعلى من كده. يعني الاوتبوت بتاعك يا اما بيبقى ترو او فولس بمعنى اصح، حاجة شبه البوليونز مثلا. في الكلاسترنج اللي هو في الانسوبرفايزد انت مش مركز على كلاس معين زي مثلا كلاس البط، انت عايز تعرف اذا كانت باقي الداتا بتاعتك بتنتمي ليه ولا لا. انت عايز تقسم الداتا بتاعتك لجروبات، بس عايز تقسمها لكلاسز على حسب الصفات اللي فيها، بحيث ان انت تحط الحاجات اللي اقرب في الصفات مع بعض. يعني مثلا البط قريب من الفراخ ممكن يكونوا في الكلاسترنج مثلا في جروب واحد، عكس مثلا لو عندك حوت ونملة ما فيش اي علاقة ما بينهم، ما ينفعش تحطهم مثلا في كلاستر واحد. نعتبر هنركز اكتر على الكلاسترنج. الكلاسترنج معناه ان انت بتقسم الداتا اللي عندك لكذا جروب على حسب الصفات بتاعتهم، بحيث ان انت تخلي اللي شبه بعض في نفس الجروب، وتقدر تقول على الجروب دوت كلاستر. يعني كلاستر جروب اوف داتا ذات شير سيميلر فيتشرز، زي مثلا البطه والفراخ. البط والفراخ تقريبا عندهم ريش، شكل رجلهم مثلا متشابه في كذا، الطول بتاعهم ما بيزيدش عن كذا مثلا. الاوبجكتس انت ممكن تعتبرها هي اصلا الحيوانات وهكذا. من أمثلة الكلاسترنج حاجة شبه الريكومنديشن سيستمز اللي هي تعتبر الترند بتاع الوقت ده أساسا. فمثلا لما أنت تشوف فيديوهات على يوتيوب بتتكلم على موضوع معين، فأنت في نفس الوقت هتلاقي إن يوتيوب بعدها بيقترح عليك فيديوهات من نفس النوع دوت. هو يوتيوب مش فاهم هي الفيديوهات ديت ليبلد بإيه، هو متقسمها لكلاسترز بس على حسب الصفات اللي فيها، بس هو مش فاهم هي إيه، بس فاهم إن هي ليها علاقة ببعض. يعني هو مش فاهم ان الفيديوهات اللي انت كنت بتشوفها ديت كانت فيديوهات كورسات مثلا او فيديوهات ليها علاقه بالجيمنج، بس هو قادر يشوف انماط فيهم ويشوف ان الانماط ديت اتكررت في فيديوهات تانية، فهو يقدر يقترح عليك حاجات شبهها. بغض النظر بقى هو ممكن يسميهم مثلا او يقول ديت فيديوهات جيمنج ولا فيديوهات كورسات ولا لا، هو عارف ان هو ليهم علاقه ببعض. ونوعا ما الكلاسترنج ليه كذا الجوريزم او ليه كذا طريقه، من ضمنهم الكي مينز كلاسترنج. فزي ما قلنا في الكلاسترنج دي الطريقه انت بتستعملها في الانسوبرفايزد ماشين ليرنينج. قلنا ان في الانسوبرفايزد ماشين ليرنينج اساسا بتتعامل مع داتا مش ليبلد او مش متصنفه اساسا، فالهدف من ان انت تستعمل حاجه شبه كي مينز ان انت تصنفهم وتقسمهم لكذا كلاستر، وطبعا انت اللي بتحدد انت عايزهم كم مجموعه بالظبط او كم كلاستر بالظبط. الكلاسترنج طريقه انت بتستعملها مع الداتا اللي هي مش متصنفه عشان تصنفها على حسب التشابه اللي ما بينهم. يعني عندك داتا شبه بعض في الاتريبيوتس او في الخصائص بتاعتها كتير، فخلاص هتخليهم في جروب واحد او في كلاستر واحد. وحرف الكي اللي موجود في كلمة كي مينز يعني مقصود بيها عدد الكلاسترز بتاعتك، انت هتقسم الداتا اللي عندك ديت لكام جروب بالظبط. الكي لازم تكون بوزيتيف انتجر، لازم تكون عدد صحيح موجب، لو مثلا 1 2 3 4 كده. وفي حاجة كمان منطقية، يعني الكي يعني مش منطقي ان هي تكون واحد،
انت ازاي هتقسم الداتا بتاعتك لكلاستر او جروب واحد، ما هما اصلا جروب واحد. وكل كلاستر بيتعامل بحاجه اسمها سنترويد، بتبقى في النص ما بين الداتا بتاعته عموما بتاعت الكلاستر. ما نخش في التفاصيل بتاعتها كمان دقيقه بالظبط. دي يعتبر سكرين شوتس لقيتها من يعني لقيتها على يوتيوب من فيديو بيشرح الموضوع بطريقه مبسطه شويه، فهسيب اللينك بتاعه في الديسكريبشن بتاع الفيديو. بس المهم تخيل ان انت عندك داتا مثلا تقدر تمثلها على خط الاعداد بالشكل ده اللي هو 1 دايمنشن، يعني انت عايز تقسمها لكذا كلاستر بحيث ان عدد الداتا اللي في كل الكلاسترز يكون متساوي. بالنظر فديت سهله، الداتا ديت عباره عن 12 نقطه، هم 12 داتا مثلا كل اربعه منهم قريبين من بعض. لو انا قسمتهم على 3 كلاسترز مثلا هيبقى كل كلاستر فيه 4 نقط او فيه 4 داتا مثلا، فيبقى انا كده حققت كل اللي انا عايزه. ما خلاص كده انا كل هدفي من الكي مينز كلاسترنج ان انا بقسم الداتا بتاعتي لعدد كلاسترز بحيث ان عدد الداتا اللي في كل كلاستر يكون متساوي. فديت حاجه انت عملتها كانت سهله بعينك، سهل ان انت تلاحظها، بس ازاي الكمبيوتر اصلا يقدر يعمل حاجه شبه ديت، او ايه اللي بيحصل بقى لما انت بتستعمل كي مينز؟ اول حاجه فانت بتختار عدد الكلاسترز، بتختار قيمه للكي، دي حاجه انت بتختارها بمزاجك عادي. في الغالب انت بتقعد تجرب لحد ما توصل لاحسن حاجه بالنسبه لك. انا مثلا هاخد الكي ب3، انا كده كده قسمت الداتا بتاعتي بعيني وعرفت ان هم يتقسموا على 3 3 جروبات او 3 كلاسترز مثلا. تاني حاجه بقى هي ان انت بتحدد شويه نقط عشوائيه على الخط بتاع الداتا بتاعك ده، هي مثلا على خط اعداد انت فرضت ان الكي ب3 صح، فهتحط 3 نقط على الخط، دولت اللي هيعملوا لك الكلاسترز اساسا. يعني كل نقطة من دول بتعتبر السنتر أو المركز بتاع كلاستر من الكلاسترز بتاعتنا، بيتقال عليهم سنترويدز اللي هي شبه كلمة سنتر. انت بتحطهم بشكل عشوائي على الخط، وخليك فاكر برضو ان احنا عايزين نقسم الداتا بتاعتنا لعدد الكلاسترز اللي هي في حالتنا 3 كلاسترز 3 كلاسترز، وعايزين كل كلاستر يكون فيه عدد متساوي من الداتا. فأنا بعد ما احط السنترويدز على الخط بشكل عشوائي بقيس المسافة اللي ما بين كل نقطة وباقي السنترويدز. النقطة اللي على الشمال ديت مثلا أقرب سنترويد ليها اللي هو السنترويد الأزرق، فهعتبر إن هي تبع الكلاستر اللي السنتر بتاعه أو المركز بتاعه السنترويد الأزرق دوت. اللي على اليمين خالص ديت مثلا أقرب واحدة ليها أو أقرب سنترويد ليها اللي هو الأصفر أو البرتقالي دوت، فهعتبر برضو إن هي تعتبر في الكلاستر اللي السنتر بتاعه أو السنترويد بتاعه النقطة الصفراء ديت أو السنترويد الأصفر دوت. هنا بقى في مشكلة، أماكن السنتر يعني أماكن السنترويدز مش مظبوطة، مش محققة لي اللي أنا عايزه. يعني أغلب الداتا كانت حوالين سنترويد واحد اللي هو البرتقاني أساسا، فالكلاستر بتاع السنترويد دوت اللي هو البرتقاني بقى فيه داتا أكتر من الداتا اللي موجودة في باقي الكلاسترز، وده مش صح، احنا عايزين عددهم يكون متساوي. فاللي هنعمله إن احنا هنبدأ نغير أماكن السنترويدز بس في الاتجاه اللي يوصل لي اللي أنا عايزه. يعني مثلا السنترويد الازرق ما فيهوش غير نقطه واحده، فطبيعي ان انا اغير مكانه واحركه مثلا للمكان الاقرب للي فيه نقط اكتر، او للمكان الاقرب اللي فيه داتا اكتر، عشان عايز ازود الداتا اللي هي فيه. عكس مثلا السنترويد البرتقاني، انا عايز اقلل النقط اللي فيه او عايز اقلل الداتا اللي فيه. فلما غيرت اماكنهم مثلا بقى كده لسه عندي نفس المشكله. طيب انا عرفت ازاي اساسا ان لسه المشكله ديت موجوده؟ انا شايفها بعين المره دي، فالموضوع سهل. سهل ان انا اشوف ان السنترويد الاخضر مثلا واخد نقطتين والسنترويد الازرق واخد 4 نقط مثلا، بس في الامثله الاكبر من كده مش هقدر اعمل كده، فبضطر ان انا احسب حاجه اسمها المين بتاع كل سنترويد. المين دوت اللي هو المتوسط، يعني بشوف المينز بتاعت كل سنترويد متساويه ولا لا. يعني انا مثلا عندي دلوقتي 3 كلاسترز صح، عشان اجيب المين بتاع الكلاستر اللي فيه السنترويد الاخضر مثلا انا هاخد عدد النقط اللي موجوده في الكلاستر دوت واقسمها على عدد الكلاسترز اللي هي الكي. يعني انا هاخد عدد النقط الخضراء اللي موجوده اللي هي الصغيره ديت اللي هي اللي لازقه في السنترويد الاخضر واقسمها على الكي اللي هيبقى مثلا 2 على 3. اخد النقط اللي مثلا في اللي ماشيه مع السنترويد الازرق اللي هم ال4 نقط الزرق دول واقسمهم على الكي اللي هي 3 برضه، يبقى 4 على 3. لا مش متساويين كده، يبقى انا كده مش شغال صح. وهعمل نفس الحاجه طبعا مع السنترويد البرتقالي، بعمل دوت مع كلهم، بس لو لقيت ان الدنيا مش مظبوطه زي كده بعمل نفس الحاجه، بغير اماكن السنترويدز
بغير السنترز او المراكز بتاعت كل كلاسترز لمكان تاني، بحيث ان انا اخلي عدد الداتا اللي فيه مثلا يقل لو هو زيادة عن اللي انا محتاجه، او يزيد لو هو اقل من اللي انا محتاجه. بعد كده اقيس المسافة بين كل نقطة او من كل داتا والسنترويدز اللي حواليها، واعتبر ان هي موجودة في الكلاستر بتاع اقرب سنترويد ليها. يعني انا مثلا هنا انا كده خلاص وصلت للهدف بتاعي، بس مش متأكد يعني هما دول 12 نقطة بس او 12 داتا بس. ده انا شغال على مساف اكبر طبعا، مش هتبقى واضحة. انا ممكن اكون كده وصلت لاحسن اماكن سنترويدز لو انا قسمتهم لثلاثة كلاسترز. فعشان اتاكد برضو ان انا شغال كده بالاوبتيمال واي او باحسن طريقه عموما، ممكن اغير عدد الكيز او عدد الكلاسترز بتاعتي. فلو جربت مثلا اخلي الكي باتنين او اقسمهم لتو كلاسترز بس، هلاقي الموضوع بقى اسوأ، اللي هو دوت واخد اربعه مثلا وده واخد تمانيه. لو فكرت فيها فالاوبتيمال واي لو انت مقسمها لتو كلاسترز هتبقى اربعه وخمسه، مش اربعه وخمسه اقصد، تبقى مثلا سته وسته، واللي هي مش بتدي لك امكانيات كتير. بس هو هنا اول حاجه طلعت اللي هي حوار الاربعه والثمانيه، لما تيجي تحركها الموضوع مش هيبقى ماشي قوي، لمجرد ان الداتا لو ركزت فيها برضه هي جايه كده منها لنفسها على خط الاعداد، متقسمه لجروبات منها لنفسها، اللي هو الاربعه دول كده يعتبروا بعاد شويه عن الاربعه اللي جنبيهم. يعني المسافه اللي بين النقطتين دول مثلا اقل بكتير من المسافه اللي بين النقطتين دول. فنوعا ما الموضوع بيكون اصعب بكتير لو انت مثلا قسمتها على تو سنترويدز بس، او قسمتها بتو سنترويدز، بحيث ان انت يكون عندك تو كلاسترز مثلا واشتغلت عليها بالمنظر دوت. فلو غيرت الموضوع مثلا وخليتهم فور كلاسترز هتلاقي نفس الوضع تقريبا. ديت مش الاوبتيمال واي برضه لان العدد بتاعها مختلف، بس حتى لو وصلت للاوبتيمال واي فدايما المسافات مش هتكون متظبطه، لمجرد ان الداتا ديت بالذات هتلاقي ان هي المسافه اللي ما بين النقطه ديت والنقطه ديت مثلا اقل بكتير المسافة اللي ما بين النقطة دي والنقطة دي، نفس الوضع مثلا مع النقطة دي ودي 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 وهكذا. فيعتبر أحسن حاجة عموما بالنسبة للديتا ديت، بالنسبة للتقسيمة بتاعتها ديت، إن أنا يكون عندي ثلاثة كلاسترز، وإن أنا أحاول على قد ما أقدر إن أنا أوصلها للصورة اللي تخلي كل كلاستر فيه أربعة داتا بس. فكملخص للي أنا كنت بعمله، أنا بختار عدد الكلاسترز أو الكي، بعدها السنترويدز بتكون بنفس عدد الكلاسترز، بحيث ان كل سنترويد بيعتبر انستنس من كلاستر معين، او من الاخر كل سنترويد بيمثل كلاستر. بعد كده بقيس البعد بين كل النقط نقطة نقطة بالسنترويدز، ولو لقيت مثلا ان اقرب سنترويد للنقطة ايه السنترويد الاحمر، فبقول ان النقطة ايه ديت بتنتمي للكلاستر اللي فيه السنترويد الاحمر. وخد بالك ان انت مش دايما هتشتغل على خط الاعداد، يعني المثال اللي فوق مثلا احنا كنا شغالين على خط الاعداد او شغالين على وان دايمنشن بس. طب لو شغالين على زي ما كان هنشوف مثلا كمان شوية تو دايمنشنز، او لو عندك اكس وواي، هتحسب المسافة كأنك بتحسب المسافة بين نقطتين في اي كوردينيت سيستم، سواء كان ثلاثي الابعاد، ثلاثي يعني ربع الابعاد، مفيش احنا طبعا ما خدناش حاجة ربعية الابعاد او مش قادرين نتخيلها، بس في الديتا سهل ان انت توصل لحاجه شبه دي، سهل ان انت توصل ل 10 ابعاد في الديتا بتاعتك عادي جدا، اللي هو يعني الاجهزه بتاعتنا مش بتبقى ضعيفه من فراغ لما نوصل لحاجه معالجه البيانات عموما. فانت عشان تقيس المسافه بين اي نقطتين لو انت شغال على حاجه اكبر من بعد واحد مثلا بعدين او ثلاثه، بتستخدم حاجه اسمها Euclidean Distance، دوت قانون احنا خدناه قبل كده كتير تمام في تانية اعدادي او حاجه شبه كده، اللي هو القانون دوت اللي هو السكوير روت بتاع ال x1 minus x2 by to the power of 2 تقريبا، وبعد كده ال y1 minus y2 all to the power of 2، اللي كان ليه تقريبا أغنية كمان بس ما علينا. فالمهم انت بعد كده بتحسب المين او المتوسط لكل كلاستر، لو لقيت ان اعدادهم مش متساوية او لقيت ان المينز مش متساوية، بتبدأ تغير اماكن السنترويدز وتحسب المسافة من اول جديد، وتحدد لكل كلاستر النقط او الداتا بتاعته، اللي هي طبعا بتكون مختلفه في العادي، بتختلف مثلا نقطتين تلاته حاجه شبه كده. بعد كده بتحسب المين بتاعها تاني، لو ما طلعش مظبوط بتعيد كل الكلام ده تاني لحد لما تطلع مظبوطه. ده بقى يعتبر مثال تاني بس في تو دايمنشن كوردينيت سيستم، او عندك اكس وواي بدل اكس بس. هنعمل نفس اللي عملناه، هنحدد اكس، هنحدد كي اقصد، اللي هي عدد الكلاسترز، اللي هو مثلا هنا في المثالات متحدده ان هي 3،
بعد كده هتحط السنترويدز بتاعتك في اماكن عشوائيه. السنترويدز اللي هي بتمثل الكلاسترز، اللي هي بتكون مركز كل كلاستر. فبعد كده هتمسك الداتا ديت او النقط ديت نقطه نقطه، وتشوف اقرب سنترويد ليها عن طريق ان احنا بنحسب المسافه ما بينها وما بين كل سنترويد، ونشوف الاقصر اقصر مسافه، وهنعتبرها ان هي موجوده في الكلاستر بتاع السنترويد دوت. وما تنساش ان السنترويد يعتبر حاجه بتمثل مركز الكلاستر بس، ملهوش يعني، هو مش نقطة زي النقطة التانية، يعني النقطة الكبيرة دي اللي هي السنترويد مختلفة تماما عن النقطة الصغيرة. فما دام احنا شغالين اصلا في نظام صناعي الابعاد زي ما قلت، هتجيب المسافة ما بين يعني ما بين اي نقطة وكل سنترويد بالقانون بتاع اللي هو اوكليديان ديستنس، اللي هو بيجيب لك البعد بين اي نقطتين. فبعد كده انت ممكن تشوف بعينك اذا كان كل كلاستر فيه نفس عدد الداتا او النقط ولا لا، بس نوعا ما المثال هنا صعب، صعب ان انا اشوفهم بعيد. فهحسب المين او المتوسط، يعني انا هشوف عدد النقط الحمراء مثلا واقسمها على كي، واشوف عدد النقط الزرقاء واقسمها على كي، ونفس الوضع مع الخضراء. لو لقيت ان هما نفس الرقم خلاص انا كده خلصت شغلي. لو مش نفس الرقم، المينز بتاعتهم مختلفة زي ما هو مثلا واضح هنا في الصور، فالاماكن بتاعت كل سنترويد هتتغير. يعني مثلا السنترويد الاحمر دوت هيتغير مكانه، هيبقى في المكان دوت اللي هو الاحمر برضه، بس الاوباسيتي بتاعته قليلة شوية اوي، الوضوح بتاع اللون اقل شويه. في الازرق مثلا نفس الوضع، والاخضر نفس الوضع، لو بغير اماكنهم لاماكن جديده. فبعد ما غيرت اماكن السنترويد، اعيد نفس اللي عملته فوق، اللي هو باختصار انا هحسب المسافه عشان احط كل نقطه وكل داتا في كلاستر. بعد كده احسب المين بتاع كل كلاستر، لو ما طلعش اللي انا عايزه بغير اماكن السنترويد، وهكذا. الموضوع بيفضل مكمل بقى. بعد كده يعتبر شرح الكلاسترنج،